الذي قدم كامل الدعم. إنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية ونبدأها بالعناوين مع محمد زينب. تحية طيبة إلى العناوين. في 10 أشهر بين عملية رومي وقتل العسكريين الشهداء. المشنوق ينفي الربط بين إعدام العسكريين وعملية رومي ويقول ما حدا بيطلع له يستوطي حيطنا. الجيش يوقف أبو عجينة ويضبط مخزنا للذخيرة في وادي حمية. والمملكة تعلق الحوار مع قطر إثر اتهامها بتحريف مضمون الاتصال بين الأمير محمد والشيخ تميم. شو عملت؟ بشجاعتك فيك تمنعي انتهاك حقوق الإنسان. شو بيك؟ تعلمون. شو بيك؟ تعلمون. بس من 7 المستحيلات تقدري توقفي شبكة للإتجار بالبشر. أمنك الشخصي فيك تعمله، بس الأمن العام هو بيعمله. اليوم صار فيك تستخدم أي بطاقة مصرفية بمراكز الأمن العام وتساهم بتحسين الأمن وتطوير الإدارة. بعد يوم على الوداع الوطني الحزين لشهداء الجيش الذين سقطوا من أجل لبنان ودفاعا عن كرامة اللبنانيين وعن ترابهم الوطني، سجل اليوم كلام سياسي لامس عمق القضايا السياسية المطروحة في البلاد لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ولوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. فالرئيس عون أكد أنه لا يجوز اللعب بالقضايا الوطنية الأساسية، لا سيما الأمن الذي يخص كل الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع، مشددا على أن الجيش بعيد جدا عن السياسة ومن هنا تبرز قيمته الوطنية. أما وزير الداخلية نهاد المشنوق فلفت إلى أن فحوص الدي إن إيه والتي أجريت على جثث العسكريين الشهداء أثبتت أن قتلهم تم بعد أشهر من عملية تحرير سجن رومي، نافيا بذلك محاولة البعض الربط بين العملية وبين قرار إعدامه. وأوضح أن هناك جهة خبيثة وكفوءة يصح فيها صفة أتفه الرجال وأكثرهم غدرا، وقد زرعت في الوقت المناسب شكوكا ملفقة في رواية ووقائع غير صحيحة على الإطلاق، حيث ربطت بين عملية تحرير سجن رومي وإعدام العسكريين. ميدانيا، استقبالات شعبية لوحدات الجيش العائدة من معركة جرود رأس بعلبكة والقاع في أكثر من منطقة بقاعية وفي المتن الأعلى، فيما شهدت بلدة عرسال توقيف مخابرات الجيش لرئيس بلديتها السابق علي الحجيري الملقب بأبو عجيني، وقد تم نقله إلى إحدى الثكنات العسكرية. أما إقليميا، وفيما السباق على أشده بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على دير الزور، برز إعلان التحالف الدولي أنه ونزولا عند طلب موسكو أوقف مراقبته لقافلة الحافلات والتي تقل عناصر تنظيم داعش في البادية السورية. والبداية من كلام الوزير المشنوق الذي أكد أنه ما حدا بيطلع له يستوطي حيطنا، لا بتمام بك ولا بغيره. نحن نفخر بحفظنا لعرسال وأهلها وبجيشنا الوطني، والعماد قهوجي لم يفعل إلا ما أملاه عليه ضميره الوطني ومناقبيته العسكرية، وما كان رئيس سلام إلا حمالا لرسالة حفظ السلم الأهلي. أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن فحوص الدي إن إيه التي أجريت على جثة العسكريين الشهداء أثبتت أن قتلهم تم بعد أشهر من عملية تحرير سجن رومي، نافيا بذلك محاولة البعض الربط بين العملية وبين قرار إعدامهم. كلام وزير الداخلية جاء خلال عشاء تكريمي أقامه على شرفه أحمد ناجي فارس في دارته في الشبانية بحضور حشد من الشخصيات والفعاليات البيروتية. اليوم تأكدت أكثر أنه حتى بفحص الدي إن إيه في المثبت هو 10 أشهر من عملية رومي اللي ماني ندمان عليها أبدا، كان اللواء بعده عميد بكل شجاعته.
والأمر الثاني أنه في 10 أشهر بين عملية رومي وقتل العسكريين الشهداء. فبالتأكيد ما في رابط. بس أنا عم بقول هذه الرواية لأقول أنه هذه ما رواية طلعت مبارح ولا هن تذكروها مبارح، لأنه أنا استقبلتهم عدة مرات. في جهة لابد من الاعتراف أولا بوصفها بأنها خبيثة، وأنا بدي اعترف أنها كفوءة، عندها كفاءة بذات الوقت، لأنه اجت زرعت بالوقت المناسب يعني شكوك حول الموضوع منه وارد، وبرواية وقائع غير صحيحة على الإطلاق. إنما الأهم قراءتي أنا لهذا الموضوع أنه هذا ثمن الوقوف مع الجيش، وهذا ثمن الوقوف إلى جانب الدولة، وهذا ثمن الوقوف إلى جانب فكرة الدولة قد ما ضعفت اللي ما لازم نتخلى عنها ولا لحظة. هذا الجيش جيشنا، هذا الجيش لأول مرة من 1990 منذ الطائف بيقوم بعمل عسكري بناء على أوامر محددة وخطة محددة مسبقا. وزير الداخلية رد على من تطاول على مقام رئاسة الحكومة وعلى رئيس الحكومة وعلى المملكة العربية السعودية التي لم نرى منها في لبنان إلا كل الخير، قائلا: نحن اتخذنا قرارا بربط النزاع، ولكن لم نتخذ قرارا بربط الكرامات، لأن اللغة التي تستعمل في السياسة تطال كرامات كبير مسؤولينا. وأكد المشنوق أن رئيس مجلس الوزراء هو الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولا ينتظر أحدا ليعطيه دروسا، معترضا على كلام لا يحتمل لا في السياسة ولا في المنطق ولا في العقل ولا في الأخلاق، وأقل ما يقال إنه كلام بلا أخلاق سياسية. وفي الموازاة، أصبح رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري والملقب بأبو عجيني في قبضة الجيش اللبناني على خلفية أحداث عرسال قبل 3 سنوات واعترافات عباد الحجيري بدوره فيها. غدا تشييع العسكريين الشهداء ومقررات المجلس الأعلى للدفاع بضوء القرار الرسمي بالتحقيق في ملابسات أحداث عرسال عام 2014، ظهرت أولى بوادر هذا الأمر عبر توقيف مخابرات الجيش اللبناني رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بأبو عجيني بعد أن تم استدعائه للتحقيق. وبحسب المعلومات، فإن الحجيري حضر شخصيا للإدلاء بإفادته، وعلى ضوء التحقيق معه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك على خلفية التحقيق باختطاف وقتل العسكريين. وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحجيري نقل إلى وزارة الدفاع، وتوقيفه تم بناء على اعترافات عبادة الحجيري ابن مصطفى الحجيري الملقب بأبو طقي. وكان أهالي العسكريين قد طالبوا أكثر من مرة بضرورة توقيف كل من أبو عجيني وأبو طقي لتورطهما في عملية الخطف. ويذكر أن الحجيري كان قد شارك في الانتخابات البلدية الأخيرة، لكن لائحته لم تنجح. وأكدت مصادر مطلعة من داخل عرسال للمستقبل أن بلدة عرسال تشهد أوضاعا طبيعية، فيما الأهالي مرتاحون للخطوات التي يتخذها الجيش بحق المخلين بالأمن. وأشارت المعلومات أيضا إلى أنه بناء على اعترافات عبادة الحجيري يتم تطويق أحد المباني القريبة من جبانة البلدة في عرسال منذ 3 أيام من قبل القوى الأمنية والعسكرية، ويتوقع أن يكون أبو طقي داخلها. وتزامنا مع حملة المداهمات، ضبطت مديرية المخابرات مخزنا للذخيرة في منطقة وادي الزعرور ووادي حميد، ووجدت بداخله عددا من قذائف الهون وصواريخ متعددة الأنواع و5 عبوات ناسفة معدة للتفجير، وقد أجري اللازم بشأنها. ومنذ بعض الوقت صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: بنتيجة التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات مع أحد الموقوفين لديها وبناء لاعترافاته، أوقفت دورية تابعة لها بتاريخ عند الساعة 1 من هذا اليوم في بلدة عرسال رئيس بلديتها السابق المدعو علي الحجيري، وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص. شيعت بلدة شمستار البقاعية العسكرية الشهيد علي الحاج حسن بعد أن قررت العائلة تأجيل مراسم دفنه من الأمس إلى اليوم. وفي بلدة فنيدق جولة لوزير الدفاع يعقوب الصراف على عائلتي الشهيدين حسين محمود عمار وخالد مقبل حسن، اللذين شيعا مع رفاقهم العسكريين الشهداء أمس. هو عريس العائلة وعريس الوطن، حضرت له والدته كل شيء لاستقباله،
وأبقته ليلة أخرى في بيته الذي كان من المفترض أن يدخله عريسا، لكنه دخله شهيدا محمولا على أكتاف رفاق السلاح. وصل الشهيد علي الحاج حسن إلى حسينية شمسطار للوداع الأخير. أهالي القرية ومحيطها وفعاليات سياسية واجتماعية حضرت لتشييع الشهيد حسن الذي كان سيزف عريسا قبل 3 سنوات، لكن الإرهاب خطفه من أهله ومحبيه. وقدم وفد من فعاليات عرسال واجب العزاء بالشهيد علي الحاج حسن في حسينية شمسطار وإلى بلدة الفنيدق العكارية التي شيعت شهيدين يوم الجمعة. وصل وزير الدفاع يعقوب الصراف لتقديم التعازي بهما، وهما حسين محمود عمار وخالد مقبل حسن. يا الدولة يا رب، تحيا الدولة وكل السلاح بعد الدولة تحت الصرمية، يحيا الجيش لبنينة. كنت شريكتنا، أنا عايش معها سنة وأنا بعرف اللي هي عانته واللي هي عملته. أنا بعرف الأيام اللي قضتها على الطريق، بعرف قديش طلعت على الجرود، بعرف مين فوضت وبعرف بواب مين دقت، وبعرف إنه الأم هي العرش. هذا بطل لبنان وهذا شهيد لبنان والحمد لله رب العالمين، هيك الله يخليه. وأكد الصراف أن دم شهداء الجيش لن يذهب هدرا، والتحقيق العلمي والشفاف سوف يجري حكما، كما نوه بعكار ورجالها ونسائها، وبارك للبنان دم الشهداء وللدولة وقوف عكار في صدارة التكريم. ورغم مرارة وداع الشهداء، كان أهل البقاع ومناطق لبنانية أخرى يحتفلون بالنصر الذي حققه الجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب. بنثر الورود والأرز والزغاريد استقبل أهالي الشهداء العسكريين عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي فوج المجوقة للعائد من جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع إلى سكناته. أهلا بالأبطال اللي ما بيتراجعوا، أهلا بالأبطال اللي ردوا جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع واللي عم يحموا لبنان، تحية لهم ولشهدائهم. المشهد نفسه تكرر في زحلة، حيث استقبل الأهالي أبطال فوج المجوقل في الجيش اللبناني العائد منتصرا من معارك جرود رأس بعلبك، والذي جال في المدينة على وقع الأناشيد الوطنية والألعاب النارية، فيما علقت اللافتات المرحبة به قبل أن يستكمل طريقه صعودا وصولا إلى المتن، حيث توقف في محطة مشابهة في بلدة بسكنتا. هنأ رئيس الجمهورية ميشيل عون قيادة الجيش ضباطا وأفرادا على الانتصار، وأكد أن التحقيق لمعرفة ملابسات خطف العسكريين مستمر، محذرا من اللعب بالقضايا الوطنية. جملة مواقف أطلقها رئيس الجمهورية ميشيل عون لدى تهنئته قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي زار بعبدة، يرافقه نائب رئيس الأركان للعمليات وقادة الوحدات العسكرية الذين شاركوا في عملية فجر الجرود ومدراء المخابرات والتوجيه والعمليات. قائد الجيش عرض للمراحل التي تمت فيها عملية فجر الجرود، شاكرا رئيس الجمهورية على مواكبته العملية العسكرية منذ بدايتها حتى إعلان الانتصار. الرئيس عون هنأ بدوره الضباط والعسكريين فردا فردا، وتطرق إلى الأجواء التي أحاطت الانتصار خلال اليومين الماضيين، محذرا من اللعب في القضايا الوطنية لا سيما الأمن منها، لأنه يخص كل الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع. بقى صار في لغط كتير، اللي سلم الأرض ما إجوا صوبه، بس اللي حرر الأرض صار هو كأنه مسؤول، وبدون يخطفوا لحظة الانتصار عن الجيش، مع انه جيشنا بعيد كتير عن السياسة، جيشنا عم يحافظ على البلد، من هون تجي قيمته الوطنية. ولذلك لحتى نرد هالموجة عنه فتحنا التحقيق، قلنا فيه كلمتين ثلاثة هن جوهر الموضوع، ما بدنا نجرم بريء ولا بدنا نبرئ مهمل متساهل وصل هالجبهة لهون. وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن الانتصار في معركة دون وجود أركان ناجحة، فالتنسيق بين القيادة والجنود في الميدان أمر بالغ الأهمية، لافتا إلى أن المعركة كانت متحركة ومن الصعب إدارتها، كما أن المناورات والتدريبات التي حصلت ساعدت كثيرا في التقليل من الخسائر، وأمل ألا يضطر لبنان إلى خوض معارك جديدة وأن يتعزز الاستقرار الأمني فيه.
علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجدل القائم بشأن معركة فجل الجرود، فقال: من المؤسف أن المعركة العسكرية والمراجعات القضائية والمحاكمات بتنا نخوضها في الإعلام. أضاف بري: مع احترامي للإعلام الذي من حقه دائما أن يملك المعرفة في كل الأمور، لكن السياسيين ليس لهم حق التصرف في كل شيء. واعتبر بري أننا لا نعرف مبدأ مصلحة الدولة العليا بحق بلدنا، وهذا أمر يؤدي فعلا لاتهامنا بالثرثرة. وقال: حاج الناس تهبط حيطان برات الصحن، وحول ما إذا كان ما يجري سيؤثر على مصير الحكومة. قال بري أن هذا شر لا بد منه. عثرت عناصر من حزب الله على جهاز تجسس إسرائيلي مجهز بكاميرا نهارية وحرارية كانت موضوعة داخل صخرة في منطقة كفر شوبة، تحديدا غرب موقع رويسات العلم للعدو الإسرائيلي في مزارع شبع المحتلة. وقد كشفت قوة من الجيش اللبناني على الجهاز وعملت على تفكيكه. أكد القائد العام لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب الجنرال مايكل بيري أن هذه القوات تعمل ليل نهار من أجل نزع فتيل التوتر على الخط الأزرق بشكل محايد وفوري وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي الجيش اللبناني. وقال بيري في لقاء حواري في صور أن اليونيفيل ستواصل العمل مع جميع الأطراف من أجل الحفاظ على وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق والحد من تصاعد التوترات أو سوء التفاهم، وأن هدفها سيبقى كما كان دائما الحفاظ على الاستقرار غير المسبوق الذي دام 11 عاما في منطقة عملياتها في الجنوب. أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النازحين الدكتور نديم الملا أن حل الأزمة السورية سيترافق مع حل أزمة النازحين، وأبدى الملا في مقابلة مع برنامج كلام بيروت تفاؤله بالمرحلة المقبلة. مقاربة هذا الموضوع ليس من خلال الكلام يلي بنسمعه، والحقيقة أنه الحل هو بالتقارب بين النظام السوري والحكومة اللبنانية وبينحل هذا الأمر. هذا الكلام يلي عم يصيره بيعرف أنه مش مزبوط. لو في شاحنة محملة تفاح بدها تروح من لبنان إلى العراق، من لبنان إلى العراق وين بدها تمر؟ طيب أنا مع مين بدي أعمل اتفاق؟ أنا مع مين بدي طبع؟ عندما يتم الاتفاق على حل في سوريا والسوريين بيتفقوا على مستقبلهم، نحن هذا الوقت الطبيعي والأمر الطبيعي لإعادة تطبيع والعودة إلى علاقات طبيعية. القيادة السياسية بفرنسا واضحة بأمر كتير مهم، لا دعم أوروبي لإعادة أعمار سوريا من دون حل سياسي، ولا حل سياسي في سوريا بدون عودة النازحين. ولكن بهذا المجال بدنا نعرف في أصول وفي شروط مسبقة يجب أن تتحقق قبل عودة النازحين، خصوصا وأنه الجو العام في كل العالم هو مع استقرار لبنان اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. أنا باعتقادي إذا هذا البرنامج الاستثماري الحكومة اللي عم توضع لمسات أخيرة عليه تم تنفيذه، دخلنا في مرحلة شبيهة بمرحلة ما بعد الحرب اللبنانية، يعني في أوائل التسعينات إلى منتصف التسعينات، إعادة أعمار لبنان، إيجاد فرص عمل للبنانية ومعدلات نمو من 5-8%. وتتابعونا بعد الفاصل: التحالف الدولي يوقف مراقبة قافلة داعش في البادية السورية. بعد هارفي الكاريبي وفلوريدا تحت رحمة إيرما وجوزي وكاتيا. أهلا بكم من جديد. ما تزال الأزمة الخليجية في دائرة المراوحة على الرغم من الحركة السياسية التي سجلت في الساعات القليلة الماضية. علقت المملكة العربية السعودية أي حوار أو تواصل مع قطر في انتظار إعلانها وبشكل علني وواضح حقيقة مواقفها وما تلتزم به،
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن قطر لم تستوعب بعد أن السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحويلها للاتفاقات والحقائق، خصوصا لجهة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من أمير قطر بعد دقائق من إتمامه. ولفت مصدر سعودي مسؤول إلى أن الاتصال كان بناء على طلب قطر للحوار مع الدول الأربع حول المطالب، وأضاف أن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة، وإنما تم نشره في وكالة الأنباء هو استمرار لتحريف قطر للحقائق، الأمر الذي يثبت أنها ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياساتها السابقة المرفوضة. والأزمة الخليجية وضرورة تعزيز أمن المنطقة وخطورة النظام الإيراني كانت محور اتصالات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. وقال البيت الأبيض إن ترامب شدد في اتصالاته على التزام كافة الدول بنتائج قمة الرياض لهزيمة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية ومكافحة الفكر المتطرف. وأكد بيان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي شدد على ضرورة تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي لتهديد إيران. وكان ترامب أكد في اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد الثاني على أهمية وفاء جميع الدول بالتزامات قمة الرياض من أجل الحفاظ على وحدة الصف وهزيمة الإرهاب وقطع مصادر تمويله. في التطورات السورية، أوقف التحالف الدولي مراقبة قافلة تنظيم داعش في الصحراء السورية، فيما ذكرت قوات النظام السوري أنها وصلت إلى مطار دير الزور العسكري. فيما طبول الحرب تكرع لحسم معركة دير الزور وبتنسيق أمريكي روسي، أعلن التحالف الدولي أنه نزولا عند طلب موسكو أوقف مراقبته عبر الطائرات المسيرة لقافلة الحافلات التي تقل عناصر تنظيم داعش وعائلاتهم في الصحراء السورية قرب الحدود العراقية. وأوضح التحالف أن تعليق المراقبة جاء لضمان تجنب الاصطدام في جهود هزيمة التنظيم وبطلب من المسؤولين الروس خلال الهجوم على دير الزور. دير الزور تتعرض لأعنف هجوم من أجل تحريرها من تنظيم داعش، فقوات سوريا الديمقراطية الكردية أعلنت بدء المعركة ضد التنظيم لإضعافه من المناطق الشمالية، وبدأت القوات المدعومة من واشنطن الهجوم باتجاه نهر الفرات من شرق المحافظة على الحدود مع العراق. أما قوات النظام فسيطرت على حقل التيم النفطي بعد انسحاب داعش منه. سياسيا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اجتماعات الأزمة السورية المقرر انعقادها في العاصمة الكازاخية أستانا الأسبوع المقبل تعد كمرحلة نهائية للمباحثات الرامية إلى حل الأزمة. أردوغان وخلال اجتماع ثنائي عقده مع نظيره الكازاخي نورسلطان نظرباييف في أستانا تمنى أن تكون المباحثات نهاية للخطوات المتخذة وتساهم بذلك في تسهيل مباحثات جنيف. وكان وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أعلن أن الجولة السابعة لمسار أستانا ستعقد في 13 و15 من أيلول الحالي، كاشفا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي أن بلاده تسعى إلى ضم إدلب في القريب العاجل لمناطق خفض التوتر، وتحث على حوار مباشر وشامل بين المعارضة والحكومة في جنيف. وزير الخارجية الفرنسية دعا بدوره إلى وقف استخدام السلاح الكيماوي وقطع الدعم على الإرهابيين في سوريا. ومع اقتراب طرد تنظيم داعش من آخر معاقله في العراق، تتجه أنظار الولايات المتحدة إلى معركتها التالية. فقد كشف تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن واشنطن بدأت تخطط لكيفية مواجهة ميليشيات حزب الله العراقي فور إنهاء حربها ضد داعش. أضافت الصحيفة أن كتائب الحزب في العراق لم تخفي نيتها محاربة الوجود الأمريكي في العراق. ويدرك الأمريكيون بحسب الصحيفة أن التصريحات هذه تعكس رغبة إيران في إبعاد الأمريكيين عن مخطط لإنشاء طريق بري يربط طهران بلبنان عبر العراق وسوريا، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة والتي تدرج حزب الله على لائحة أخطر الجماعات الإرهابية في العراق. دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 4000 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة. وأكدت المنظمة أن كل المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحذر الأمين العام للمنظمة من خطورة قرار حكومة إسرائيل القاضي بتشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته
وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياساتها الاستيطانية بوصفها جريمة حرب يجب وقفها. دعا الأردن المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل وقف أعمال العنف ضد مسلمي روهينجا في ميانمار ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا أن ما يحدث هو جريمة وإرهاب بحسب ما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وأثارت مسألة اضطهاد الروهينجا البالغ عددهم حوالي 1,000,000 نسمة والذين تعتبرهم ميانمار مهاجرين غير شرعيين وترفض منحهم الجنسية تثير غضبا في العالم الإسلامي في وقت يعيش الروهينجا في ميانمار في ظروف تشبه نظام الفصل العنصري ويخضعون لقيود على تحركاتهم. وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي دعت قوات الأمن في ميانمار إلى التنبه إلى أن الهجمات ضد المدنيين لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد العنف على الأرض وأبعاد أي أمل بحل طويل المدى. ضرب الإعصار المدمر إيرما جزر الكاريبي حيث يتجه إلى فلوريدا، فيما بدأت السلطات الأمريكية أكبر عملية إجلاء في تاريخ الولايات المتحدة. الإعصار المدمر إيرما اجتاح كوبا بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة في العديد من جزر الكاريب قدرت بحوالي 10 مليارات دولار. وقبل ساعات من وصوله إلى ولاية فلوريدا نفذت السلطات الأمريكية أكبر عملية إجلاء في تاريخها، شملت أكثر من 5 ملايين شخص بعدما اتخذ الإعصار مسارا خطيرا وتحول إلى الدرجة الخامسة القصوى. المركز الأمريكي للأعاصير قال إن إيرما يترافق مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة ويتقدم باتجاه الغرب بسرعة 20 كيلومترا في الساعة في مسار من شأنه أن يزيد الأخطار المحدقة بولاية فلوريدا. الأرصاد الجوية الأمريكية دعت السكان في جزر فلوريدا كيز إلى إخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة مع اقتراب الإعصار من الولاية، وأظهرت صور منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي هروبا كبيرا للسيارات من ولاية فلوريدا، إضافة إلى إجلاء مئات الطائرات من مطار فلوريدا إلى مطارات بعيدة خوفا من الإعصار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف في بيان مصور العاصفة بالمدمرة، طالبا من الأمريكيين الذين في مسارها توخي الحذر ومراعاة كل توصيات المسؤولين الحكوميين. وفيما يتقدم الإعصار إيرما باتجاه فلوريدا يراقب خبراء الأرصاد إعصارين آخرين، فالإعصار جوزي الذي يقترب أيضا من الدرجة الخامسة يتقدم في مسار إيرما في الأطلسي. في المقابل وصل الإعصار كاتيا إلى شرق المكسيك بعدما ضرب جزيرة سان مارتين، وقالت فرنسا إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في مناطقها في الكاريب، وإن 7 آخرين اعتبروا في عداد المفقودين. طلبت البعثة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي رسميا من المجلس التصويت يوم الاثنين على مشروع قرار ينص على فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية الأخيرة. وينص المشروع الأمريكي على السماح لكافة الدول باعتراض وتفتيش السفن الكورية الشمالية المشمولة بالحظر في أعالي البحار واستخدام كل الوسائل الضرورية للقيام بأعمال التفتيش. ويحظر المشروع استيراد كوريا الشمالية النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، ويؤكد على ضرورة أن تمنع كل الدول إمدادات النفط والغاز المباشرة وغير المباشرة إليها. أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الأفغاني الجنرال محمد شريف يفتالي أن إيران تقدم معدات عسكرية ودعم لحركة طالبان خصوصا في مناطق غرب أفغانستان، لافتا إلى أن إيران تعمل على تكثيف جهودها السرية في أفغانستان من أجل زعزعة الاستقرار وتوريط أمريكا في حروب جديدة. وأكد أن وزارة الدفاع الأفغانية عثرت على وثائق غرب البلاد تؤكد وجود الدعم الإيراني لطالبان كما قال. أعلنت مصر عن اكتشاف مقبرة فرعونية في مدينة الأقصر تعود إلى صانع مجوهرات ملكي عاش قبل أكثر من 3500 سنة خلال حكم الأسرة 18. وتقع المقبرة على الضفة الغربية لنهر النيل في مقابر النبلاء وكبار مسؤولي الحكومة.
وزير الآثار خالد العناني قال إن المقبرة ليست في حالة جيدة، لكنها تحتوي على تمثال صانع المجوهرات وزوجته، فيما أوضح مصطفى مدير عام آثار الأقصر أن المقبرة الجديدة ربما تكون بداية لاكتشاف مقابر أخرى مستقبلا من خلالها. وكانت وزارة الآثار المصرية أعلنت في آب الماضي أن علماء آثار اكتشفوا 5 مقابر من العصر الروماني يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 سنة. بعد الفاصل تتابعون. جدارية في بعلبك تكرم عمالقة الفن. والنادي الرياضي يستضيف النسخة 26 لدورة حسام الدين الحريري لكرة السلة. أهلا بكم من جديد. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط السفير القطري في لبنان علي بن حمد المري، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. وجه عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي التحية للجيش اللبناني، وخلال تمثيله الرئيس الحريري في افتتاح دورة الشهيد الرائد داني خير الله في كرة القدم في كفر شوبة العرقوب، أشار إلى أن الجيش أثبت أنه يقاتل على عدة جبهات، فهو يقاتل العدو الإسرائيلي ويقاتل التخلف والتقوقع والتعصب المذهبي. وأثبت هذا الجيش بأنه هو الحصن الحصين وهو خشبة الخلاص. أثبت هذا الجيش بأنه هو الرهان، وعليه فقط نراهن من أجل أن تعود لبلدنا العافية كاملة، من أجل أن تعود المنعة لحدودنا، من أجل أن يعود الائتلاف، من أجل أن يعود التآلف والوحدة الوطنية لشبابنا ولشعبنا. وفي الاقتصاد، حافظت وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث فيتش وستاندرد أند بورز وموديز على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السيادية بالعملات الأجنبية والمحلية للبنان عند بي وبي ماينس مع نظرة مستقبلية مستقرة. تقرير محاسن حلبي. يترقب لبنان دوريا صدور تقارير وكالات الائتمان الثلاث موديز وفيتش وستاندرد اند بورز، وهذه الوكالات ترفع التصنيف او تخفضه وفقا لمعايير ونظم تضعها على شكل اختبارات لقياس الاداء العام. والتصنيف ما هو الا مؤشر على امكانية دولة ما على تسديد ديونها، وبطبيعة الحال يترقب المجتمع الدولي هذه المؤشرات ليحدد بعض الاحيان سبل التمويل او التبادل مع الجهات المصنفة. كليت عندها قاعدة معلومات وقاعدة استقراء للمستقبل واسعة جدا، لذلك بالعادة وقت يقيموا الديون الائتمانية الديون السيادية بيقيموها بنفس الاتجاه، بيفرقوا مين بيسبق قبل، مين شايف مخاطر أكثر إلى آخره. آخر تصنيف اللي عم نحكي عنه اللي هو الانتقال من B2 لB3 عند موديز أرفق ب شيء تحول الرؤية المستقبلية للبنان عندهم من سلبي إلى مستقر، وبعتقد نحن خلال هالسنة عملنا أشياء كتير لازم تساعد على دعم الاستقرار ودعم القرار السياسي الاقتصادي بالمستقبل. بعد عنا عجوزات نحن هيكلية خاصة بالميزان الخارجي بحاجة لتمويل، ولما نقول بحاجة لتمويل يعني بحاجة لاستدانة، بحاجة لاستدانة يعني في مخاطر استدانة، في مخاطر استدانة بدنا ندرس مخاطر الاستدانة السيادية، وهذا اللي بتعمله هالمؤسسات. الفائض الاستثنائي في ميزان المدفوعات الذي حققه لبنان في العام السابق نتيجة للهندسة المالية لمصرف لبنان عاد إلى عجزه مع أول 6 أشهر من العام الحالي. قد يكون عندنا مخاطر تمويل بحاجة إلى خروض إضافية للحفاظ على وضع ميزان المدفوعات ولتمويل إذا بدنا تجديد الدين من ناحية، لتمويل العجوزات المتراكمة بالميزانية بالخزينة وإلى آخره. هذا هو، إذا في إصرار، إذا في قرار سياسي اقتصادي
ممكن بعد 2017 يرجع يتحسن تصنيف لبنان. تبقى تقارير وكالات الائتمان تقديرية إلى أن ينتهي العام 2017. عوامل عدة قد تغير التصنيف إلى الأفضل، ولكن الأهم من كل ذلك أن نظرة هذه الوكالات لا تكون دائما صائبة، والدليل ما حصل في الأزمة المالية العالمية عام 2008. فبعد أن صنفت مصرف ليمان براذرز في المرتبة AAA سقط وانهار ماليا بعد مرور يومين. تحت عنوان بيروت بتجمعنا، نظم اتحاد كشافي لبنان مخيما في حرش بيروت بمشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومحافظ بيروت زياد شبيب. وقلد رئيس اتحاد كشافي لبنان المحامي جوزيف خليل الرئيس الحريري المنديل الكشفي، وقدم له درع المخيم الذي يشارك فيه 800 كشفي من جميع المحافظات، قسموا على 4 مخيمات فرعية في بيروت. بدوره قدم الحريري درع الأرزة اللبنانية هدية وطنية للاتحاد الذي حقق نجاحات كبيرة على الصعيدين العربي والدولي. في إطار جولة على المواقع الأثرية والتراثية في الشوف، كشف وزير الثقافة غطاس خوري أن أعمال ترميم ستطال أقساما من قصر بيت الدين. في مواكبة لأوضاع منطقة الشوف، أجال وزير الثقافة غطاس خوري على عدد من المواقع الأثرية والتراثية والثقافية، مستهلا زيارته للمكتبة الوطنية في بعقلين، حيث اطلع على سير العمل فيها والخدمات التي تقدمها واحتياجاتها، لافتا إلى أنه يجري بناء مسرح جديد مرفق بالمكتبة. خوري انتقل بعدها إلى قصر بيت الدين كاشفا عن أعمال ترميم ستطال بعض أقسامه. الترميم المطلوب منه إعادة هذا القصر إلى رونقه، وأن يصبح قبلة للسواح، وأن يكون أيضا مقر صيفي عملي للرئاسة لكي تستطيع الرئاسة أن تقوم بالصيفية بالمكوث بهذا القصر وأداء واجباتها من هذا القصر، لأن هذا فيه معنويات لأهالي هذه المنطقة. خوري زار أيضا المركز الثقافي الفرنسي في دير القمر وعددا من المواقع الأثرية والتراثية والبلدية، وتفقد المعارض التراثية. أدنى مواقع اللي ممكن نقدر نعمل فيها لدير القمر متحف، وتفقدنا أيضا هالقناطر الجميلة اللي ورانا اللي عم يستفيد منها مجموعة من سكان دير القمر. كما أشاد خوري بأبناء مدينة دير القمر التي تمثل العيش المشترك وتبرز الدور الثقافي والحضاري التي لعبته عبر التاريخ. تكريما لعمالقة الفن في لبنان، جدارية في بعلبك بمبادرة من الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء بالتعاون مع بلدية المدينة. على بعد أمتار قليلة من هياكل بعلبك الأثرية وبجدارية من 400 متر مربع، تكرم مدينة الشمس كبار فناني لبنان، السيدة فيروز، الأستاذ وديع الصافي، والصباح، الذين ارتبطت أسماؤهم بمهرجانات بعلبك الدولية، ستخلد ذكراهم هذه الجدارية بمبادرة من الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء بالتعاون مع بلدية المدينة. مشاريعنا بمدينة بعلبك هدفها الإضاءة على الصورة الإيجابية للمدينة، هالصورة من وقت للتاني بتنخدش من وراء أحداث أمنية، فنحن حبينا صباح وفيروز وديع الصافي اللي هني كان عندهم بصمة كبيرة بمهرجانات بعلبك وبالفن اللبناني، نردهم على المدينة بجدارية بوسط السوق، هيك الناس بتضل تتذكر هالزمن الذهبي لمدينة الشمس، على أمل أنه الكل يسعى لاسترجاع هالزمن اللي كان تبعلبك فيه سيدة المدن. شهران كاملان استغرق العمل على المشروع وتم تنفيذه خلال 4 أيام وسط السوق التجاري المطل على هياكل بعلبك والمؤدي إلى منتزه رأس العين. في الرياضة، تفتتح بعد قليل في النادي الرياضي في بيروت النسخة 27 من بطولة حسام الدين الحريري لكرة السلة، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومشاركة فرق آسيوية وأوروبية وإفريقية. وعن هذا الحدث الرياضي يحدثنا مباشرة مراسلنا صبحي إبلاوي. إذن صبحي، دعنا بهالأجواء الرياضية وهالحدث الرياضي الحلو. مساء الخير لك هنادي، ومساء الخير لمحمد وكل مشاهدي التلفزيون المستقبل. اكيد اليوم الحدث الرياضي الابرز بلبنان والمنطقه عم يكون مثل هالوقت بكل سنه،
هو بطولة حسام الدين الحريري بالدولية بنسختها 27، مشاركة بطل لبنان وصيف بطل آسيا النادي الرياضي بيروت، ومنتمن وصيف بطل لبنان وحامل لقب البطولة، بالإضافة لنادي بيروت ثلاث فرق لبنانية، نادي آيك لارنكا الأبرسي من أبرس فريق أوروبي، نادي شركاسي الأوكراني أول مرة عم يشارك بهالنسخة، بالإضافة لنادي الدياليا الرياضية من تونس، مجمع البترول الجزائري، وبالإضافة لهم أيضا نادي سارية رام الله الفلسطيني. حفل الافتتاح بعد لحظات رح يكون حفل مميز برعاية أكيد الرئيس الحريري للبطولة، اليوم تفتتح ممثلا بالنائب بهية الحريري وحضور اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام، يلي رح يكون عنده تكريم خاص أيضا لمجهوده الكبير يلي عمله لدخول كل الفرق الأجنبية واللاعبين الأجانب للبنان تسهيلا لتنظيم هيك حدث رياضي. جمهور الرياضي الكبير مثل العادة على موعد مع المباراة، جمهور امتلى الملعب من قبل حوالي ساعة، وأكيد جمهور الرياضي اليوم رح يكون على موعد مع مباراة حلوة كتير رح تجمع فريقه بسرية رام الله. على كل الأحوال هنادي ومحمد رح نترككم لتكملوا نشرة الأخبار قبل ما نرجع من بعدها لمتابعة حفل الافتتاح. شكرا لك صبحي قبلوي. أحوال الطقس مع لارا. بونسوار. طقس صيفي حار عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. رح نشوف كيف رح يكفي طقس لبنان، ولكن بعد جوله سريعه على بعض العواصم العربيه، ورح بلش من تونس مع 33 درجه، 20 بالجزائر، 36 بالقاهره، بنتقل على دمشق مع 40 درجه، 32 بالقدس، 36 درجه بعمان، بنتقل على الكويت مع 43 درجة، 40 بالدوحة، وبختم مع رياض مع 41 درجة. برجع لطقس لبنان لبكرة الأحد، طقسنا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لا تتخطى معدلاتها الموسمية، وبتنشط الرياح أحيانا. على الساحل لبكرة الحرارة عم تتراوح بين 23 و 33 درجة، بالجبل بتوصل أقصاها لل 31، أما بالداخل فبتتراوح بين 19 و 38 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من عكار مع 32 درجة، 33 بطرابلس، 30 بالكورة، 26 درجة بالأرز، الهرمل 33، 32 بالقاع، 35 ببعلبك، 34 برياق. من المناطق الشمالية بروح على جبال مع 30 درجة، 27 بميروبة، 31 بجونية وبعبدة، بيروت أيضا 31 مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، زحلة 37، 36 بشتورة، 32 بعنجر ومشغلة، وبحذر من اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية، جزين 32، مرجعيون أيضا 32، 31 ببنت جبال، 29 درجة برشية، 29 ببيت الدين والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا مع 32 درجة. إذن لبكرة الأحد طقسنا صيفي حار مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبرجع بذكر أنه تنتبهوا من اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية، والحرارة لبكرة عم تتراوح بين 27 وال 31 أيضا تنين مع 31، أما الثلاثة فبتتراوح بين 28 و 32 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 15 و 26 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. في ختام النشرة نذكركم بعناوينها. في 10 أشهر بين عملية رومي وقتل العسكريين الشهداء. المشنوق ينفي الربط بين إعدام العسكريين وعملية رومي، ويقول ما حدا بيطلع له يصوتي حيطنا. الجيش يوقف أبو عجيني ويضبط مخزنا للذخيرة في وادي حميد. والسعودية تعلق الحوار مع قطر إثر اتهامها بتحريف مضمون الاتصال بين الأمير سلمان والشيخ تميم. من هنادي ومني وفريق عمل مسائية أطيب التمنيات، وإلى اللقاء. أما أنا فألتقي بكم تمام 11:30 بإذن الله. الشيخ سعد الحريري الذي قدم كامل الدعم